وباء كورونا. أهلا بك سيادة الفريق وكل عام وأنتم بخير. جملة من القرارات اتخذتها اللجنة لمجابهة كورونا فيروس، والآن هناك استفحال نتحدث عن وصول الأرقام أو تجاوزها لعتبة 4000 حالة على مستوى ليبيا سيادة الفريق، لكن الكثير يتحدث، هل ستفرض هذه الإجراءات هذه المرة بالقوة أم ربما ستترك لوعي المواطن؟ أهلا بك يا دكتور أحمد، أنت والضيوف الكرام وكل الشعب الليبي العظيم. في هذه الليلة نحن ننبه على أساس أن الإجراءات اللي اتخذت من قبل اللجنة العليا ستنفذ بالحرف الواحد. حقيقة أن شعبنا غير مدرك، وشعبنا فيه جزء كبير مستهزي، وللأسف فيه ناس إعلاميين وناس سياسيين باحثين سياسيين هذوما يتكلموا بكلام غير حقيقي وغير منطقي، ويشكوا في أن فيه كورونا، ويشكوا في أن اللجنة ما اشتغلت صحيح. نحن اشتغلنا صحيح واشتغلنا على مستوى ليبيا، وكانت نسبتنا نحن ممتازة جدا جدا، ولكن للأسف بعض عدم اهتمام الشعب الليبي بأنه هو ما طبقش الإجراءات اللي تو حكون عليه الدكاترة الأفاضل معاك ويحكوا عليه الصحة العالمية، أن العالم شوفه كيف رجع وعمل الحظر أخرى من جديد في بعض الدول. افتحت دول عظمى عندها العلاجات وعندها المشغلات المعامل. نحن الآن وحلين حتى في طيران أنه ينقل لنا المواد من الخارج، إلى الآن عندنا طائرتين موجودات في الخارج ما زلنا ما حصلنا لهم طائرة تشحنهم إلى ليبيا. نحن الآن يعلم الليبيين جيدا الظروف اللي فيها الدولة الليبية، الشعب حقيقة ما هوش مساعد، الشعب قاعد يدير في صلاة أفراح. حتى لما سكرنا صلاة الأفراح اللي في المدن الرئيسية مشوا قاعدين يجروا في فلل ويأجروا فيهم، ناس جشع وطمع فيها غير عادي، ما فكرش في حياة الليبيين اللي الآن الأعداد تم تتزايد عندنا كل يوم تتزايد. الشعب بروحه هو اللي المفروض يعتمد على نفسه في هذه الإجراءات الوقتية. إن العالم الآن واحد، ما فيش دولة في العالم الآن حصلت إنها تسمح للقاح، والدكاترة الأفاضل اللي لا تعلموا الكلام هذا جيد وتو يوضحوا للليبيين كويس. ما فيش دولة بدأت تدعنا، في حتى قرصنة صارت علينا في أول ضعة حاولنا نجيبوها من الصين تمت القرصنة عليها من بعض الدول الكبرى وخذتها. نحن الله غالب علينا ما عندناش الإمكانيات اللي نحن نجيب بينا الأدوية، ولكن اللجنة الاستشارية واثقة بكل جدية في العمل. السيد وزير الصحة يبذل في مجهودات وقسم كان بالله مذنية جدا جدا، يتحرك بنفسه في كل المناطق الليبية، رئيس الحكومة قدم عليه، الشعب يعني عبارة عن نقد. وين راح 300 مليون؟ وين راح؟ ان احنا قاعدات الان بشكل لجنه فليطمئن الشعب الليبي، مش حناخذ حاجه من الامراض، لان حتعاود على كل الشعب الليبي وتعاود على اسرنا على اولادنا. نحن مشكلين لجنه برئاسه وكيل نيابه تحقيق في كل قرش فعاته اللجنه او صرفنا فيه في الشركات، والشركات كل الليبيه اللي جابنا الادويه وجابنا المعدات. كون في اخطاء من بعض الشركات وحاولوا يتلاعبوا، ولكن نحن لهم بالمرصاد في اشياء ما هيش خاصه بكورونا حاولوا يقول لنا، ولكن نحن مش حنخلصوهم يا الشعب الليبي، هذه يجب انكم تفهموها. نحن رانا مشرفين على كل كبيره وصغيره، وفي اخطاء تصير لان نحن بشر، ولكن من اصحاب الشركات للاسف اللي هم ابناء ليبيا كنا نعتقد انهم هم يقودوا محاور زي محاور الجهاد ضد الارهاب في ليبيا، ولكن هم حاولوا انهم يطمعوا، ولكن هيهات. نحن واقفين وفي وكيل نيابه محترم ولاد بلاد من بنغازي يحقق في هالقضية اللي إجاب حاجة ما تخصش الكورونا توا مبينوه لكم على التلفزيون. ولكن أنا لومي على الشعب الليبي اللي قاعد يدير في أفراح وقاعد يدير في معازي. يا أخي قلنا لكم بلغوا بالتليفونات، عزوا بعضكم بالتليفونات، علاش تديروا في هالتجمعات وتديروا في الخيام؟ قلنا لكم ما تطلعوا في الشوارع، قلنا لكم احجروا، قلنا لكم سكروا المولات، قلنا لكم على الأقل أصحاب المولات توا مسؤولين أمامكم قدام الشعب الليبي. أنا نبههم الآن أصحاب المولات هم مسؤولين على توفير الكمامات وعلى توفير المطهرات. ويا أخي أنت صاحب مول تاخذ فيه فلوس، اصرف على شعبك شوي وإلا نقفلوا لك المول بتاعك. أصحاب الصلاة أي واحد يفتح صالة يتم معاقبته ومخالفته. الحظر ما بين المدن يا أخي قلنا نحن حتى تطبيق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أصيبت منطقة بوباء لا تخرج منها ولا تدخل إليها إذا كان نحن مسلمين.
ولكن عبارة عن بعض الأشخاص اللي هم يدعوا أنهم هم وطنيين وأنهم هم أنا نعتبرهم طابور خامس اللي شكك في أنه ما فيش مرض كورونا، نعتبرهم خونة للوطن وللشعب. عليه الشعب أنه يأخذ الحيطة والحذر. جميع الدول الكبرى في موجة أكيد حيشرح أكثر مني في كلام هذا، ولكن على المواطن اللي بيعي أن اللي أمامه هو خطر كبير، اللي قدامه مرض انتشار واسع، وبعدين كل الحالات اللي صارت توا في بنغازي هي كلها ناقلة من من من, من الأفراح ومن المهازي. يا أخي نحن في النهاية بكل حفاظ على أرواحنا، حفاظ على أرواح أبنائنا. نحن عندنا جيش يقاتل، الجيش هذا ما عادش يعرف أنه يقاتل غادي ولا يوقف في السيارات في الشوارع. الجيش مهمته قتال وحماية الوطن، ما حماية أنه هو أشياء من الشرطة. احترموا الشرطة يا أخي، الداخلية على قدم وساق ليل ونهار، وزير الداخلية مشرف عليهم شخصيا، في الليل يمر وفي النهار يمر. يعني أعتقد أن الأمور راها أصبحت أول كورة في ملعب المواطن. نحن يعلم المواطن أن نحن رانا وحدين في أن نجيبوا الأدوية، نجيبوا في المعدات المشغلات المعامل. الآن في حالات قعدات في العيادات مش لاقيين المشغلات المعامل أن نحن نديروا لهم حتى الكشف الطبي الأولي. وهذا كله يرجع لاستهتار المواطن. لما تقول أحجر كأنك أنت قايل نحن ما مش خايفين أمنية، ما عندناش انقلاب بينكم هذا التجول. نحن نحافظ على صحتكم لأن اللي قدامكم مرض داهم يشيل الجميع، يشيلنا نحن ويشيل كمته ويرد على كل الليبيين. فنرجو من شعبنا العظيم اللي هو قاوم كل هالآفات وقاوم كل هالأمراض سواء الاجتماعية أو الإرهابية أو كذا، يقاوم هذا الوباء. نحن في منطقة لما نقول أرجع للجنوب، الجنوب هو اللي انشار الكلام هذا وجابه للمنطقة هنا. لما نقول له أرجع ليش تزعل؟ أنت ما تزعلش، أنا مانيش حارمك، أنت فعلا قريبي وابن عمي وجاري ونسيبي. فما ما فيش داعي أنك تجيني أنا تنقل لي المرض. يا أخي تخيل أنت تجيب الأسرتك مرض وتقول لهم لا، وتسكر عليهم، ولما تجي الشرطة تقول لا خلينا نديروا لهم فحص، تقعد تحز عليهم وتفرق فيهم بالسحب. يعني في مواقف يا دكتور أحمد الشعب هو اللي ظالم فيها صراحة. وهذا الأمر لا نتحدث فقط يا سيادة الفريق عن الجنوب، ربما سبها في مرحلة ما، الآن أيضا بنغازي هناك فيها حالات وطبرق كذلك، وهذا الأمر ينطبق على أي مدينة يكتشف فيها حالات يجب على المواطنين فيها الالتزام وعدم مغادرة مدينتهم لنقل الوباء أكثر. لكن استوقفني في حديثك شيء مهم للغاية، وأنت تتحدث الآن عن الميزانيات المرصودة. تعرف جيدا أن هذا المواطن أو بعض المواطنين المستهترين سيادة الفريق عندما تطلب منهم الالتزام بالإجراءات الوقائية يقولون أو يسألون أنه في مؤامرة كبيرة وفي عملية نهب لنصف مليار في مناطق سيطرة الحكومة العميلة لتركيا، ويتحدثون أيضا ويسألون أين ذهبت 300 مليون التي رصدت للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وأنها ربما انتهت وذهبت أو في جيوب الفاسدين. أنت تتحدث أنه هذا الأمر لا تنفيه تماما، بمعنى أنه في تقصير، في تقاعس، وربما في درجة من درجات الفساد في بعض الشركات، أليس كذلك؟ لا دكتور أحمد، دكتور أحمد لي علمك ولعلم الشعب الليبي، وأنا مسؤول أمام القيادة العامة وأمام البرلمان وأمام الشعب أولا. الشعب هو اللي طلعنا، ونحن عبيد لهذا الشعب، نحن خدم. اللي وصلنا إلى الآن 30 مليون فقط، وشوف الناس العالقين اللي جبناهم من برا، شوف الناس اللي سكناهم في فنادق، شوف الناس اللي أجرنا لهم طائرات وأجرنا لهم سيارات من كل دول العالم. راهوا إلى الآن ما وصلني 30 مليون فقط، والباقي قاعد عند السيد عبد الله السني الآن قاعد يدير في مراجعات حتى هو وما صرف شيء. يعني احنا بنتأكد من الشركات إن فعلا اللي مطلوب منهم جبلنا ولا لا. إلى الآن في كورونا مصروف 30 مليون، وأنا مسؤول أمام الله وأمام الشعب أولا، وأمام المسؤولين في القيادة العامة ومسؤولين عند السيد المستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس النواب. فاللي شكله لجنة تحقيق، أنا مشكل لجنة تحقيق الآن، لم يصرف لنا إلا 30 مليون فقط، وأنتم شوفوا ناقشوا بروحكم. اللي جبناهم من جميع دول العالم، وين سكناهم؟ شن صرفنا عليهم؟ شن جبنا لهم من طائرات إيجار؟ في اللي جبناهم في سيارات عن طريق البر من مصر؟ هذا كله يا أخي أحمد من 30 مليون فقط. فقط هذه، نعاود هذه الكلمة وأنا مسؤول. ولكن في بعض
حقيقه يعني انا نعتبرهم اعداء للشعب الليبي. يقولوا في كلام للشعب غير حقيقي، يوهموا في الشعب ويظلوا في الراي العام للشعب، وهم اهدافهم سياسيه فقط. يقول لك 300 مليون، لم تصرف 300 مليون لكورونا ابدا، 30 مليون فقط. وشوفوا الانجازات اللي قمنا به من جلب العالقين، ولما جبنا العالقين من برا كان الشعب يقول ابنائنا في الخارج جيبوا ابنائنا. لما جبناهم في بعض عمداء بلديات يقول والله ليش الكورونا هم اللي جابوا لنا المرض، نحن باهي مو الشعب يطالب في ابنائه. الشعب يعني خلوا اولادنا يدوروا في الدول، واحد كمان العلاج نتاعه، واحد ما عادش عنده فلوس، واحد مضطرين يبغوا يجيبوا ابنائنا من الدول الخارجيه. ولما صرفنا عليه مثل ما جو قالوا لا انتم اللي جبتوا لنا الكورونا تو. بعض عمداء البلديات اللي هو مش عارف اصلا حتى عمله غير ينظف مدينته ويعقم مدينته ويسكر مداخل مدينته قبل يتكلم عليه فلوس ولا يتكلم عليه مرض ولا يتكلم عليه وباء. نحن الان ما نشي حل مزايدات، لا نزيدوا على بعضنا، نحن خلال واقع يشتغلوا به. لكن بعض الناس عباره عن توهم في الشعب. انا نبي من الشعب الليبي يعني الحقيقه جيده، ما صرف لعلاج الكورونا لا يزيد عن 30 مليون. وتساءلوا انتم واروح علي اسال انفسكم شنو العمل اللي نحن قمنا به خلال هذه الفتره اللي من شهر 3 الى الان نحن في شهر 8، من معامل، من مستشفيات كوناها جديده، من مراكز ايواء كوناها جديده. سيد عبد الله الزني قدم كل ما عنده، والان عامل لجنه للتحقيق مع الشركات اللي جابت اشياء نحن ما نبغونش ويطالبوا بحقهم. هم يطالبوا بحقهم، نحن مش حنخلصوه. الفلوس بقيت وراهم في امانه، ما تخافوش عليهم. انتم كان همكم غير الفلوس، الفلوس راهم في امانه وتو نورونكم. طيب سياده الفريق، لكن جزئيه اخرى، هل صحيح انه ربما في اجهزه تابعه للامن الداخلي رصدت الايام القليله الماضيه شبكات متخصصة أنشئت حديثا على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها فقط تشكيك المواطنين في وجود وباء كورونا، وتهدف لعملية نشر الوباء أكثر في المجتمع، هل تؤكد هذه المعلومات المتداولة؟ نعم، هناك شبكات من الداخل ومن الخارج، وشبكات منتمية لعدة طوائف وأحزاب، وللأسف أحزاب تعمل في روحنا هي وطنية، وأحزاب الإخوان وان يشتغلوا بكل قوه في هذا المجال. ما نبيش نسمي باقي الفئات الاخرى، الشعب الليبي يعرفها كويس، لغرض تشكيك الشعب الليبي في نفسه، في قياداته، في مسؤولينا. ولكن نحن قاعدين في 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 ارض الواقع، ونحن نشتغل في وضح النهار، وكل شيء موجود بالمستندات، كل شيء موجود في مسار مصرف ليبيا المركزي، في المصارف اللي موجوده في بنغازي. نحن ما عندناش حاجه مخبينها، ولكن شبكات هذه فعلا تجينا شبكات مموله وتحكي وتقول في كلام كله كذب. طيب سيادة الفريق، جزئية أخرى مهمة أريد أن أختم فيها معك. في البداية كان هناك قوة وحزم في تنفيذ أو تطبيق الإجراءات الضرورية من قبل اللجنة العليا لمكافحة كورونا. هذا الأمر في الأشهر الأولى منذ انطلاق عمل اللجنة حقق نتائج كبيرة، وربما 3 أو 4 حالات فقط سجلت خلال طيلة الأشهر الماضية، لكن خلال ربما نهاية شهر رمضان وبعد عيد الفطر لاحظنا أنه فيه ربما تراخي في تنفيذ هذه الإجراءات. ما الذي حدث؟ وهل نتوقع الآن مع ازدياد أو ارتفاع وتيرة الإصابات، هل نتوقع أن هذه الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبلكم ستفرض بقوة وحزم أكبر؟ نعم أخي أحمد، فعلا حنفرض إجراءات صارمة أشد، ولكن واخذينها تدريجيا الآن. حنفرض اجراءات توصل ممكن الى الحظر النهائي. اذا كان استمر تزايد الحالات كل يوم تطلع لي 10 حالات، 18 حاله، 20 حاله كل مره منتشره في مدينه، الان في كل مدن الشرق الليبي، ما بالك المدن الغرب الليبي، مدن الجنوب، ولكن المنطقه اللي مسيطر عليها الان كل المدن فيهن، وسببها المواطن. يا اخي احمد انت قلت لي كنت اجراءاتكم سليمه، المواطن قاعد يتظاهر، المواطن طلع على الشرطه يرمي فيها بالرصاص، المواطن قلنا له ما تديرش معازي وما تديرش افراح، كان نحن ضده او نحن اعداء له. نحن من كلام الاطباء اللي يقولوا فيه لنا، ومن المنظمه الدوليه للصحه العالميه اعطتنا ارشادات ونحن نطبقوا فيه من خلال اللجنه الطبيه، ولكن الشعب زي ما قلت طلع على الشرطه وقاعد يرمي فيها بالرصاص.
طلع على الشرطة وقال لهم أنتم تكذبوا، هذه مؤامرة دولية وهذه مش عارف شنو. وهم من بعض الأبواق المعادية اللي تتكلم في شبكات التواصل الاجتماعي، وشعبنا للأسف بسيط جدا ينجر. يا أخي أنت الآن معش كلام تسوي، هذا حصانك ولا سدرة، أو المرض قاعد يطيح في الناس في الشوارع، أو قاعدوا في المستشفيات، والمكذب يمشي المستشفى 1200 ويمشي الهواري ويجي للمرج ويمشي للبيضة ويمشي للطبرق، قاعدات مستشفيات فين أمرضة. لكن الشعب هو السبب، راه الشعب هو اللي ساعد الشرطة في أنه يلتزم بالحذر. عندك ساعات في النهار عدي أقضي فيه مصلحتك، أقضي فيه جيب فيه نبضحتك. حتى الوظائف العاملين في الدولة قلنا لهم خلوا الربع بس والباقي تريحوا بيوتهم، خلوا عمل تناوب، ما فيش داعي للتزاحم في العمل. في الناس اللي مستحقين لهم الشغل بس ضروري والباقي يبقوا في بيوتهم. المدارس أو اليوم السيد وزير التعليم أصدر قرار بأنه يتم ترحيل كل المراحل الانتقالية ما عدا الشهادات، امتحانات الشهر 9، وبإذن الله حنكونوا جاهزين ببعض الإجراءات. ولكن المواطن هو اللي مصر إنه ما يبيش حذر. يا سيدي الشرطة واقفة خلاص، قالوا لك أرجع أرجع. حتى يعني أنت تبي تبغى تجيب بضاعة من المول، ليش واخذ الأسرة كلها مركبة بسيارة ونازل بيها؟ عدي بروحك ودير كمامة وخلي بينك وبين اللي قدامك متر، خذ بضاعتك ورد على بيتك. تحمل يا أخي، خير من تنشر المرض والله والله أنت سليم تاخذ المرض وعلقه. ولكن أنا أنكر شعبنا العظيم اللي قادر على الأزمات ومر بأزمات إنه هو يمر بهذه الأزمة إذا كان تبعده، إذا كان تبعده. وإلا راهو في إجراءات صادمة، حتكون في عقوبات مالية، حتكون في عقوبات، وحينتشر الجيش والشرطة وحيمنعوا الحركة نهائي. ولكن الآن قلنا خلوا الناس تتعود وتسمع بروحها، ونحن الشعب أنا متأكد إنه هو حيستخدم العقل وحيفكر جيدا في هذه المرحلة اللي يتحمل يوم من الأيام بغض كان خالية وكان فيها الدواعش ولا واحد حرك فيها، كانوا كلهم اللي قاعد في بيته ولا طلع المدينة أخرى. فأبقى الآن احتبر هذا المرض أشد من الدواعش، وفعلا أشد من الدواعش. ونتمنى الصحة والشفاء لكل مرضانا، ونتمنى أن هذه الأزمة سلام وشعبنا طيب وودود بإذن الله حيرحم ربي. ولكن لازم بإصرار، أو بالنسبة لنا نحن مصرين على الإجراءات الصارمة. نعم، اتمنى لكم الشفاء جميعا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك الفريق عبد الرازق اللذوري، رئيس الاركان العامه ورئيس اللجنه العليا لمكافحه وباء كورونا. لا اعرف ما اذا كان الاستاذ حافظ